يوما بعد يوم تكتشف الأمة بأنها أضاعت بوصلتها الحقيقية المحددة للتوجه للعدو الواضح في مواجهته والتصدي له. أن الأمة أضاعت البوصلة الحقيقية ودخلت أو أدخلت في صراعات ثانوية صرفتها عن الصراع الرئيسي والأساسي والمحوري والجوهري. الأمة أدخلت في وتون صراعات فكرية ومذهبية وعرقية ومناطقية وبيئية، أدخلت في وتون الصراعات صرفتها عن الصراع الأساسي والجوهري والحقيقي والمحوري الذي يجب أن تجتمع الأمة عليه وأن تعيد تحديد البوصلة من جديد. هذه أمة الخلاف فيها موجود، خلاف في الفكرة، خلاف في الرؤية، خلاف في التصور، خلاف في مستوى التدين والتعبد، خلاف في القناعات، خلاف في الحلول والرؤى. أمة موجودة فيها الخلاف وهو سنة من سنن الله، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، لكن هذا الاختلاف بين الأمة أيها الأحبة لا يعطيها شرعية الانتقال إلى التصادم، إلى التلاحم، إلى أن يستعد بعضها على بعض، إلى أن نصرف أوقاتنا بعيدا عن البوصلة الحقيقية في صراع العدو الواحد. أنا أقول أن مرحلة الأمة الآن ليست هي مرحلة يثار فيها صراع المتدينين والعلمانيين، وليست هي مرحلة يثار فيها صراع الصوفية والسلفية، وليست هي مرحلة تسمح بأن نثير فتنة زوبعة صراع السنة والشيعة، ولا تسمح بأن نفتح صراعا وسجالا عرقيا ما بين عرب وكرد. إن الذي يحترم ذاته وإن الذي يؤمن بانتمائه لهذه الأمة ولجسدها ولوجودها الذي يراد أن يستأصل ويصفى، إن الذي يؤمن بهذا ويحترم ذاته ويحترم أيها الأحبة أن له عقلا يفكر به ويدرك، يجب أن يسمو فوق كل صور الاختلاف الداخلي ويوجه البوصلة إلى العدو الواحد عبر صراع محوري هو صراع الهجمة الأمريكية والصهيونية على المنطقة. وكل من يثير غير هذا مهما كان التبرير فإن هذا إما أن يكون مجنونا وإما أن يكون مدفوعا بعمالة، ولا يوجد عندنا تصنيف له غير هذا. لماذا؟ لأنه يسهم في نجاح المشروع الأمريكي بزيادة فرقة الأمة وتمزيقها وتفتيتها فوق ضعفها وفوق ما هي ممزقة ومشتتة. نحن نعمل في الليل والنهار وعبر كل المحاور وعلى كل الأصعدة من أجل أن نلمم الشتات وأن نجمع الفرقة وأن نشكل الأمة هيكلا تسترد عليه ويرتكز عليه أبناؤها، من أجل أن نقول ها نحن ذا عربا وكردا، سنة وشيعة، صوفية وسلفية، نحن موجودون أمة واحدة. بيننا اختلافات، لكن نحن بجلوسنا على موائد اللقاء وتلاقينا على ساحات الحوار الأخوي لا بد أن الخطأ سيسقط وأن الصواب سيعلو، لا بد وأن الحق سيبقى والباطل سيذهب، لا بد أن الزبد سيذهب جفاء وأن ما ينفع الناس سيمكث في الأرض، لا بد من خلال تلاقينا نحن وليس من خلال فتنة تصدر إلينا فتضرب الأمة بعضها ببعض وتمزق أبناءها وتزيدها شتاتا لمصلحة نجاح المشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني. فيا عباد الله، نحن في مرحلة حاسمة، أقل ما في الأمر أن نطرق رؤوسنا حياء من جند الله وهم يقدمون أشلاء ودماء وشهداء ويدفعون في كل يوم آلاف
القرابين تسقط في الساحات إما في مواجهة وإما بالغدر والاغتيالات والتفجيرات. يجب أن نحن رؤوسنا قليلا أمام تضحيات هؤلاء، لأنهم يمنعون سقوطنا نحن جميعا في عقر دارنا، لأنهم يحامون عنا وعن ذمارنا وكرامتنا وأعراضنا وشرفنا. فأقلنا في الأمر، أقلنا في الأمر أن نقدم لهم أن نتسامى عن الصراعات الثانوية والاختلافات الشكلية وعن الترهات وعن الهامشيات، وأن نتلاقى على القضايا المصيرية، وأن يوحدنا الصراع الجوهري المحوري أمام العدو الواحد الذي لن يبقي منا أحدا ولو كنا مختلفين. فيا عباد الله، أقل ما في الأمر أن نعيد تحديد البوصلة، أقل ما في الأمر أن ندخل على برامج حياتنا اليومية شيء من الجد والتجديد، شيء من الهمة والتصعيد، شيء من الهم والاهتمام ورفع الهمة، شيء من الرصد والمتابعة، شيء من دموع العين في العتمة ودعوات عند السحر ندعو بها لهم، شيء من إعداد أنفسنا فكريا ونفسيا وشعوريا واجتماعيا، أن نعد أنفسنا لكي نكون رافدا لهم لا لكي نكون مخذلا لهم. يا عباد الله، إذا كانوا هم جبهتنا الأمامية يدافعون عنا ويمنعون سقوط العواصم العربية، فيجب أن نكون نحن الجبهة الخلفية التي ترفضهم وتمدهم بدعاء وموقف موحد ودموع ووعي واستنهاض وتوحد، ويجب أن نكون الجبهة يمكن أن يستند عليها فيما لو تصاعدت نسبة الهجمة أو نوعية الهجمة عليهم. وسيكون في سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المئين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.